اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر. الايام اللي فاتت اكيد حضراتكم لاحظتوا تراجع اعداد المصابين بفيروس كورونا تبعا للارقام المعلنه من وزاره الصحه، اللي احنا زي ما بناكد مع حضراتكم دي الارقام اللي حصل الكشف عليها او اجراء تحاليل ليها في المستشفيات الخاصه بوزاره الصحه، وده تم تاكيده اكتر من مره من خلال وزاره الصحه نفسها. لكن كمان في جانب اخر، في عدد قليل الحمد لله والأعداد بتقل داخل مستشفيات العزل في الأماكن المخصصة لمصابي كورونا، فده اللي خلى المستشفيات الجامعية تعمل تخصيص لدور واحد للعزل مع تحديد مسارات منفصلة للدخول والخروج. مش بس كده، ده كمان تم السماح باستقبال المواطنين والمرضى من التخصصات الأخرى لتقديم الخدمات الطبية ليهم داخل هذه المستشفيات اللي كانت مغلقة. تفاصيل أكتر هنعرفها من دكتور حسام عبد الغفار أمين المستشفيات الجامعية. صباح الخير دكتور حسام، وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير حسام، تحياتي لحضرتك، صباح الخير جمانة، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. صباح الخير. الله يخليك يا فندم. طيب في البداية عايز ابتدي مع حضرتك من المستشفيات الجامعية، تقريبا في كام مريض عزل داخل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية؟ طيب خليني اقول لك الاول نسبة الانخفاض، وده خوف يعني عظيم. احنا بنتكلم النهاردة على انخفاض يزيد عن 85% من عدد الاعداد التي كان يتم حجزها في المستشفيات. يعني احنا خلال الفترة اللي فاتت نسبة المرضى اللي بيدخلوا مستشفيات العزل قلت بنسبة 85%. الارقام اللي موجوده على مستوى المستشفيات الجامعيه اللي شغاله حاليا في العزل، وهي في حدود 26 مستشفى، يعني هو بضع و200، يعني رقم اقل من ال 210 تقريبا، يعني عظيم على كل المحافظات. والشيء الجيد ايضا انه عدد الحالات اللي محجوزه في العنايات المركزه أو على أجهزة التنفس الصناعي ما يزيدش عن 15% من السعة الاستيعابية. الحمد لله. الحمد لله. فالحمد لله احنا بنشهد انخفاض ملحوظ جدا، وده أعتقد كمان محسوس بالنسبة للمواطنين. لكن السؤال المهم اللي ينبغي إن احنا نسأله لنفسينا ونحرص عليه، إزاي ما ندخلش في موجة رابعة، وإزاي نحافظ طيب على احنا في إيدينا الانخفاض. دكتور حسام خليني أسأل حضرتك بس في تفصيلة بالنسبة للأرقام، حضرتك قلت أنه الأرقام انخفضت بنسبة 85%، إحنا عدينا بموجات متكررة من فيروس كورونا الأولى والثانية والثالثة، وبعد كده منحنى الإصابات، طبعا بنشوف ان الاصابات بتقل. عايز اسال حضرتك النسبه دي، نسبه التراجع في الاعداد دي، هي النسبه المعهوده اللي كنا متعودين عليها عقب كل موجه، عقب انكسار كل موجه، ولا المره دي يمكن المعدلات قلت بشكل اكبر؟ ده طبعا لو هنتكلم على كنتاج للتطعيمات والتلقيح اللقاح اللي موجود دلوقتي في مصر. الحقيقه انه في يعني تسارع في الانخفاض اكثر من الموجه الاولى والثانيه. يعني معدلات الانخفاض اسرع، وصلنا لنفس الارقام ولكن بشكل اسرع من الاول. طبعا من المبكر ان احنا في ظل الاعداد اللي تم تطعيمها ان احنا نبعث ده بشكل مباشر الى اللقاح، لكن بالتاكيد اللقاح هو الوسيله المثلى الان لعدم الدخول في موجه رابعه. وبالتالي الوصول بمعدلات تطعيم مرتفعه وسط المواطنين ده هدف الدوله، ده توجيه القياده السياسيه، ده هدف الحكومه وهدف لجنه اداره ازمه كورونا. وبالتالي من المهم جدا ان المواطنين يسجلوا ويحصلوا على اللقاح، لان ده هو الضامن الاول ان احنا ما ندخلش في احتياج الى دخول مستشفيات، اصابات شديده، ارتفاع في معدلات الاصابات بشكل عام. دكتور حسام يعني اعذرني، احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، بس انا يعني احد الزملاء النهارده بتكلم معاه قبل ما نخش الهوا، من زمايلنا هنا في القناه، قال لي اشاعه انا بصراحه كان اول مره اسمعها، كانت الساعه تقريبا 6:30 الصبح النهارده، على موضوع اللقاحات بما انك حضرتك فتحت الموضوع ده، ان اللقاح في مصر تجريبي، ان دي لقاحات تجريبيه وبيدوا جرعه تجارب في مصر يا جماعه، فمش لازم كلنا نروح. لا يعني ايه تجريبي؟ يعني ماذا يعني؟ بالظبط. اشكرك يعني بما ان الاشاعه دي وصلت لغايه هنا،
فاكيد في ناس بره المبنى هنا بتقولها، فارجوك معلش للمره 1,555,000 حضرتك نوضح للناس تاني اللقاح واهميته والاشاعات اللي طالعه عشان يعني نذكر. خليني اقول لحضرتك مثال واضح ودقيق يمكن بس الناس ما تاخدش بالها من الارقام. النهارده الدول التي اكملت اعداد فوق ال 40 وال 50% من مواطنيها في التلقيح، وخلينا نتكلم على دوله زي بريطانيا. النهارده بريطانيا كان عندها موجه اولى وثانيه وثالثه. لو قارنا معدلات الاصابات في الموجه الثالثه اللي هي داخلين هم فيها دلوقتي، هم دايما بيسبقونا، هنلاقي تقريبا اعداد الاصابات متقاربة مع الموجة الثانية والثالثة على الرغم من وجود اللقاح. لكن إيه اللي فارق بنسبة تزيد عن 96%؟ أعداد الوفيات وأعداد المرضى اللي احتاجوا يخشوا مستشفيات. يعني في الوقت اللي احنا كنا اللي بنلاقي فيه إصابات بالألفات مع وفيات كانت بالألفات أيضا، النهاردة في إصابات بالألفات ووفيات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. نسبة المرضى اللي محتاجين يخشوا مستشفيات لا تتجاوز أصابع لا تتجاوز المئة في الوقت اللي كان النظام الصحي يئن في المملكة المتحدة قبل التطعيم. وأغلب الإصابات اللي موجودة دلوقتي هي في الفئات العمرية اللي ما اتطعمتش، لأنه الدول نتيجة لصعوبة التصنيع أو عدم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللقاحات كانوا بيبداوا بفئات الفريق الصحي ثم الاكبر سنا ثم اللي عندهم امراض مزمنه، وفئه الشباب كانت اخر فئه. هم دول اللي عندهم نسبه عاليه من الاصابات دلوقتي، والحمد لله نسبه الوفيات تكاد تكون لا تزيد زي ما بقول لحضرتك كده عن عشرات، ونسب دخول المستشفيات تقل عن المئات. هو ده مثال واقعي لأهمية اللقاح. نفس الكلام في الولايات المتحدة، نفس الكلام في كل الدول التي تمكنت من تطعيم أكثر من 40% من مواطنيها، وهو ده هدف الحكومة المصرية في الفترة الحالية. النهاردة الحكومة المصرية بتوجيهات سياسية واضحة من السيد رئيس الجمهورية شخصيا بنعمل على تنويع مصادر اللقاح. احنا عندنا لقاحات بنجيبها من الولايات المتحدة، في لقاحات تم التعاقد عليها جونسون اند جونسون، وفي لقاح فايزر كمان جاي، في عندنا لقاحات من روسيا السبوتنيك، في عندنا اللقاحات الصيني بنوعيها اللي هو السينوفارم سينوفاك، في عندنا اللقاح الانجليزي الاسترازينيكا، وبالإضافة إلى التصنيع المحلي اللي فيه دعم شديد جدا من الدولة لتوطين صناعة اللقاحات. وأول جرعة كما أعلنت السيدة وزيرة الصحة هتخرج من المصنع مصريا خلال الأيام القليلة القادمة. ففي ظل عالم يتسابق بقوة للحصول على أكبر كمية من اللقاحات لتأمين مواطنيه، الدولة المصرية بتوجيه واضح من السيد الرئيس وبعمل دؤوب الحقيقة من الحكومة المصرية سواء وزارة الصحة، هيئة الشراء، وزارة التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، كل هؤلاء، هيئة الدواء المصرية، كل ده بنعمل عشان نوصل لأعداد من اللقاحات تؤمن أكثر من 40% و50% خلال السنة من المواطنين أو من الشعب المصري. طب دورنا إحنا إيه بقى؟ دورنا كمواطنين أن نبادر بالتسجيل، وبنقول انه ما فيش لقاح دخل مصر الا وكان حاصلا على موافقات الاستخدام الطارئ سواء من الـ FDA الامريكيه، من الايما الاوروبيه، من منظمه الصحه العالميه، من هيئه الدواء المصريه. وكل لقاح، كل جرعه لقاح بتيجي مصر قبل ما تنزل ويتم التطعيم بيها بيتم تحليلها والتاكد من مأموليتها. طب دكتور حسام اخيرا خليني اسال حضرتك عن يعني الموجه الرابعه، هل متوقعين موجه رابعه في مصر؟ وكمان خليني اسالك عن موقفنا من سلاله دلتا او المتحور من كورونا دلتا، للاسف في تخوف منه في اوروبا بشكل كبير جدا وايضا في بريطانيا، لانه 8 مرات سرعه انتشاره اكثر 8 مرات من الفيروس الاصلي كورونا. الحقيقه نعم، ان التحورات وهو ده دور حياه الفيروس. هو الفيروس لما بيصيب اعداد كبيره من الناس بيحصل عندهم مناعه، فما بيقدرش انه ينتشر،
فبيبدا يكمن ويبقى الناس ويبقى في زي بؤر مصابه قليله الاعداد، بيحصل تحور عشان يقدر يعاود مره اخرى نشاطه وينتشر في الناس. فدي ده كل الفيروسات على 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 مدار التاريخ بتعمل كده. طيب هل الفيروس يقوم يقوم لكنه اسرع في التحور؟ احنا في مصر حتى اللحظه الراهنه لم نرفض وجود دلتا، لكن من الوارد في اي لحظه انها تبقى موجوده عندنا. طب الحل ايه؟ الحمد لله ان اللقاحات ما زالت فعاله في التعامل مع التحورات. دورنا بقى ان احنا نلتزم باللقاحات وناخد اللقاحات عشان حاجتين، عشان نمنع الاصابات الشديده ونمنع الحاجه لدخول المستشفيات، وفي نفس الوقت ما نديش للفيروس بيئه او عائل يمكنه من التحور في الجسم ويبدا يعمل انتشار مره اخرى. طيب اخيرا يا فندم بقى الجزء المتعلق من السؤال بالموجه الرابعه، متوقعين موجه رابعه في مصر؟ بالتاكيد من لابد ان نعمل كل استعداداتنا لاحتماليات انتشار للموجه الرابعه، لكن زي ما بقول لحضرتك كده ازاي نمنع ده؟ نمنع ده اساسا باللقاح وثانيا بالالتزام بالاجراءات الاحترازيه، التباعد الاجتماعي، الكمامات، غسيل الايدي، التطهير المستمر، عدم الوجود في اماكن مزدحمه. احنا داخلين على فتره عيد، يعني عشان العيد يكتمل بصحه امنه واحنا لسه ما وصلناش المعدلات المطلوبه من التلقيح، يبقى الالتزام بالكمامات، عدم التزاحم، التطهير المستمر، التباعد الاجتماعي. يعني العيد الحقيقي ان نكون نحن واهالينا واقربائنا واولادنا بصحه جيده. صحيح. مش العيد الصحيحي ان احنا نضطر لا قدر الله الى دخول المستشفيات او الى ان يكون ما بين الاقرباء والاحباء من هو في حاله مرضيه شديده، وده في ايدينا. طبعا يا فندم، يعني الحقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار امين المستشفيات الجامعيه، بنشكرك على كل هذه الايضاحات. والحقيقه خلينا نؤكد على نقطه قالها دكتور حسام، وانه مش معنى انه احنا طعمنا يعني ده معناه انه ممكن ما نصابش بفيروس كورونا، لا، ممكن وارد جدا ان احنا نطعم وبعد كده نصاب بفيروس كورونا، لكن الفيروس نفسه بيكون اخف على الجسم. مرة تانية نتمنى من حضراتكم كل ما سجلش يبتدي يبادر ويسجل عشان نقدر نحمي نفسنا ونحمي كل الناس اللي بنحبها ونحمي أسرتنا ومعارفنا، يعني دايرة معارفنا كلها بشكل عام.